في النور الحقيقة تبان. برحب بحضراتكم معانا في النور. الحقيقة أنه معركة التنوير والتمسك بمدنية الدولة ودولة سيادة القانون هي معركة طويلة وصعبة، وفي بعض الأحيان هي معركة مريرة تحتاج إلى تكاتف كل مؤسسات الدولة لتخوض تلك المعركة، تحتاج إلى وعي المصريين، لأننا للأسف مش بس بنواجه عصابات الإخوان ولا أصحاب الفكر المتطرف فقط ولا أعداء الوطن، لكن الحقيقة بنواجه الكثير من الأفكار الظلامية اللي توغلت في المجتمع المصري منذ عقود طويلة مضت. هنا في برنامج في النور احنا اخذنا على عاتقنا اننا نخوض هذه المعركه، معركه التنوير، ودائما ما تكون لقاءاتنا وحواراتنا مع الكاتب الكبير والمفكر والعالم الجليل دكتور طارق حجي هي لقاءات تنويريه تثقيفيه، قراءات ولقاءات لمن يريد ان يقرا التاريخ على حقيقته كما هو، ومن يريد ايضا ان يستشرف المستقبل بكل ما فيه. برحب بك يا دكتور طارق. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. سعيده ان حضرتك منورنا النهارده على الهواء مباشره. وانا سعيد بنفس القدر. والحقيقه ان احنا بنعيش اجواء يعني مختلفه، احتفالات، وعندنا يمكن مناسبه مرور 50 سنه على بناء الكاتدرائيه، لكن كمان احنا عندنا على جانب اخر هموم واوجاع. احنا النهارده هنفتح الكثير من الملفات، وخليني ابدا مع حضرتك بمرور 50 سنه على الكاتدرائيه. حضرتك شايف الحدث ده ازاي؟ شايف انه بيمثل مرحله كان فيها اوضاع المصريين المسلمين والمسيحيين أفضل مما نحن فيه الآن كتير. يعني الكاتدرائية حضر وضع حجر الأساس فيها رئيس الجمهورية، ووضع وحضر الافتتاح رئيس الجمهورية، وأهم من كل ذلك أنه كلف المقاولين العرب ببنائها على نفقة الدولة. وإحنا بنحاول دلوقتي أن احنا نرجع لكده، يعني لأول مرة من هذه الكاتدرائية بنيت كاتدرائية العاصمة الجديدة. بس أعتقد ما بين الاثنين في فراغ كبير جدا. الفراغ ده ليه معنى ثقافي طبعا، المعنى الثقافي ضد التنوير اللي انت بتقولي عليه، لكن دورنا ان احنا لا نيأس، وان احنا نؤمن ان في إشارات الى ان الحاضر يختلف عن الماضي وان المستقبل سيكون مختلفا. يعني فكرة، يعني طبعا هي فكرة وجود كنيسة الدولة بنتها في العاصمة الجديدة فكرة جيدة، لكن في نفس الوقت غير كافية. يعني بمعنى دايما الواحد لازم يقول ايه، ان 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 ده شيء رائع، بس المشكلة اكبر من كده، واحنا غالبا هنتطرق لجوانب المشكلة طبعاً. النهاردة الكاتدرائية كانت شاهدة على الكثير من الاحداث الدينية والاحداث السياسية واوضاع البلد. تشوف الكاتدرائية كمكان ازاي؟ يعني هو أنا باختصار كده هدفي من كتابة ما كتبت، يعني 18 كتاب باللغة العربية و12 كتاب باللغة الإنجليزية ومئات المقالات ومئات الحوارات ومئات المحاضرات، يلخص في أن تصبح مصر دولة مدنية حديثة. بالضبط. من أهم ما ينبئنا بحدوث تطور وضع المرأة ووضع غير المسلمين. وده بينطبق علينا وعلى غيرنا، يعني في أي مجتمع دول الترمومتر اللي تقيسي بيه هل المجتمع ده قريب من أن يكون مجتمعا متحضر حديث مدني. إنك تشوفي وضع النساء ووضع غير الأغلبية، قد تكون غير الأغلبية ساعات مسلمين طب. في بعض المجتمعات، في بعض المجتمعات. وإحنا الحمد لله يعني عندنا مين لي فرعين. أنا كنت ببص في الدستور اللبناني من كم يوم لغرض ما، ده في 19 طائفة دينية في لبنان. فإحنا يعني عندنا مشكلة، بس هي أيسر من كثير من الاحتمالات الأخرى أو الصور الأخرى. ف يعني برجع تاني بقول إن الكاتدرائية بتمثل إن مصر كانت أكثر مدنية سنة 68. ولكن أحب أقول دايما إن لما بتكلم عن مشاكل مثل مشاكل أو وضع الأقباط في مصر، دي تراكمات طبعا. يعني من العبث إن إحنا نشير بصبعنا لطرف واحدة. يعني مصر بتاعت من أول سنة 70 لها دور،
مصر بتاعت الرئيس المؤمن ودولة العلم والإيمان لها دور. السكوت على الإخوان 30 سنة اللي فاتوا طالما ان هم ما بيهزوش الحكم بس تركهم في المجتمع، يعني في يعني الوضع الحالي من صعوبته انه نتيجة تراكمات عديدة لسنين طويلة. وبعدين فكرة ان لو رجعنا لخمسين سنة كان الوضع مثالي، بس قبلها الوضع ما كانش مثالي. يا سنة 1910 رئيس وزراء مصر المسيح القبطي اغتيل، وكانت مصر على مشارف حرب أهلية، وكان في مؤتمرين، مؤتمر للمسيحيين ومؤتمر للمسلمين، ثم أنقذت مصر. سعد زغلول أنهى هذا الموضوع تماما باحتوائه للأقباط. فإحنا عندنا مشكلة لها جذور طويلة وبعضها جذور قريبة لازم نبص لها كلها. يعني إحنا حقيقي أنا وضع المسيحيين في مصر يعنيني من منظور مصري. يعني عندما يكون الإنسان المصري متساوي في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن جنسه، رجل أو امرأة، عن دينه، مسلم أو مسيحي، نكون على أعتاب الحضارة الحقيقية. لا يمكن أن ننتمي لمسيرة الحضارة الإنسانية بدون ما نكون عندنا أن المواطنة تجعل محمد 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 وجرجس جرجس جرجس أصحاب فرص متساوية ومسؤوليات متساوية وحقوق متساوية وواجبات متساوية. إيه اللي بيعقنا للوصول للمرحلة دي؟ في دور للدولة وفي دور للتعليم وفي دور للمؤسسات الدينية وفي دور للمجتمع ككل. وللأسف أكبر مسؤولية هي على المجتمع ككل، بمعنى إن أحداث المينيا المتهم فيها المجتمع. صحيح واحد يقول الدولة تقدر تعمل أكتر من كده، أنا مش هقول لأ، بس هقول بس ده مثال واضح إلى تضافر الأسباب. بس في الحالة دي في مجتمع كون ثقافيا وعقليا وفكريا بشكل خطير بما يقتضي أن تتعامل معه الدولة بحسم أمنيا، وهذا لا يكفي لأن كمان يجب تتعامل معه تعليميا وثقافيا من ناحية التوعية. ف يعني اعتقد ان احنا محتاجين ان احنا نعترف ان في مشكله. يعني ساعات كتير بيطلع بعض المسؤولين ويقولوا ما فيش فرق بين مسلم ومسيحي، فالرد هو عندك انت مثلا بس مش عند كل واحد، والدليل على كده اللي بيحصل. وبعدين هو مش الهدف من الحوار اتهام احد، هو الهدف من الحوار نقول ان في جزء الدوله تقوم بيه وفي جزء مؤسسات التعليم تقوم بيه وفي جزء المؤسسات الدينية تقوم بيه وفي جزء نشتغل على المجتمع لتغييره. ده بيقتضي ان يتحط بلان، يعني خطة. انا مش عارف، لكن اظن ان الخطة دي غير موجودة، يعني اغلب الظن. يعني احنا ماشيين بشكل عشوائي، عندنا الرغبة لكن ما عندناش التخطيط اللي نمشي عليه عشان نوصل للمستوى ده. انا وجهة نظري لو الامر بيدي، اولا يعني أذكرك وأذكر نفسي وأذكر المشاهدين بكلمة رائعة قالها الأستاذ هيكل. قال موضوعين الرئيس في مصر ما ينفعش يسيبهم لحد، مياه النيل والمسيحيين. ده كلام الأستاذ هيكل، تمام؟ ليه؟ عشان الوطن يستمر، لأن من غير مع مشاكل في النهرين دول الوطن هيحصل له مشاكل. ده لأنه مدرك تماماً أنه المسيحيين في مصر هم عمود من أعمدة الدولة، ما ينفعش يتركوا مهملين هذا القدر من الزمن، لأنه لينا مشاكل كتير تراكمية. 100%. أنا يعني أنا لو الأمر بيدي أحلم بوجود شخص مقرب من الرئيس وظيفته الوحيدة أنه هو يحط الموضوع ده كله في اللي بنسميه بيزنس بلان، خطة نقول المشكلة دي لها جزء يتعلق بالحكومة وهو كذا وكذا وكذا وكذا، المشكلة دي لها جزء يتعلق بالتعليم. يا ترى احنا واحنا بنجدد دلوقتي برامج التعليم هل كمان مهتمين بجانب ان احنا نحط رياضيات حديثة وفيزياء حديثة وكيمياء حديثة، نحط منظومة قيم كمان بالمحاذاة لانها مش اقل اهمية. يعني ان التلميذ
يتزرع فيه قبول الآخر، وإن المسلم والمسيحي دول أبناء وطن واحد، وإن هو هويته مصري. يعني أنا ما أعرفش هل الثورة التعليمية الحديثة اللي بيتكلموا عنها فيها هذا، وأشك، يعني أشك لأني ما سمعتش. سمعت عن الجانب الثاني اللي هو أنت أشرت إليه في المقدمة، بتكلمي على التعليم اللي مش بالتلقين. بالظبط. ده كل ده ممتاز، ده مطلوب انك تعملي مقررات تعليمية حديثة، انك تغيري فلسفة التعليم من التلقين الى الابداع. ولكن زي ما هندرس له فيزياء وكيمياء ورياضيات، لازم هنزرع فيه مجموعة قيم، هنقول له ان القيم دي باهمية العلوم، ان انت مثلا العيش المشترك، قبول الاخر، حقوق المرأة، احترام الاختلاف. لو ما اشتغلناش على ده مش هنجيب نتيجة طيبة. ممكن يبقى عندنا واحد في الآخر كويس في الفيزيكس وفي الكيمياء، لكن أخلاقه، لكن تكوينه. فهو نرجع تاني نقول، أنا بقول إيه، بحلم بأن يكون هناك على مقربة من رئيس الدولة مسؤول وظيفته هي عمل باكج للموضوع ده، نقول فيه بدون ما نكون بنخجل، لأن احنا مش هدفنا اتهام أي أحد. احنا كلنا عارفين ان الوضع ده تراكمي طبعا، وجت طبقه فوق طبقه فوق طبقه فوق طبقه. نقول ان احنا انا شخصيا بحلم ان في حد بيحط قدام رئيس الدوله حاجه مكتوبه بشكل يشبه اللي بنسميه البيزنس بلان، بيقول فيها المشكله اهي، علاجها اهو ده، حكومه، تعليم، مؤسسات دينيه، مجتمع. المجتمع هنخش بقى في الثقافة والإعلام. أنا بالنسبة للحكومة الموضوع واضح جدا، إن الحكومة محتاجة guidelines، توجيهات، بأن يكون هناك تأسيس للحقوق والواجبات على أساس المواطن. نترجم ده إن ما نسمعش إن كلية طب جامعة القاهرة في حد بيعتز فيها بأنها لم تعين مسيحي في قسم أمراض النساء منذ 50 سنة، لا نسمع ده ولا عكسه. تمام. فده بالنسبة للحكومة. بالنسبة للتعليم أنا كلمت عليه من شوية، بالنسبة للمؤسسات الدينية اللي اتقال النهاردة شيء رائع في خطاب الرئيس اللي اتقال لا وزير أوقاف كمان، يعني بجانب إن ما قاله الرئيس شيء ممتاز، اللي قاله أيضا وزير الأوقاف، لأنه حط إيده على تفاصيل إن في مشكلة في التعليم والمقررات في جهات معينة. بس ده اعتراف ببداية إنه في مشكلة قد نصل إلى حل ليها، يعني هل ده يعني مؤشر إيجابي؟ هو شوفي، أو يعني للإنصاف لم يتحدث الرئيس مبارك أو السادات أو جمال عبد الناصر عن تجديد الخطاب الديني. العنوان ده جديد. بالضبط. فندي للناس حقها ونقول شكرا على العنوان، بس هنقول كمان عاوزين نقول شكرا على تطبيق العنوان. يعني العنوان رائع، ولكنه رائع كمقدمة لسياسات تترجم هذا العنوان إلى واقع. يعني تجديد الخطاب الديني، أنا متأكد أن هذا الشعار يلقى معارضة ومناكفة من جهات عديدة في البنية الإدارية والتعليمية والمؤسسات الدينية في مصر. مفيش شك. ودليل على كده أن اللي نتقال النهاردة كان مفروض ما يتقالش، وإنما يتقال إحنا عملنا كذا وكذا وكذا. مش لسه عندنا نية يعني. لكن إحنا الوقت لسه بنقول، وده شيء يشكر لمن قالوا إن بس أنا النهاردة لما أسأل ما هي الخطوات بالتحديد التي تمت لتجديد الخطاب الديني، بينما شخص أزهري بيطلع يقول الدولة سياستها، رئيس الدولة بيقول إنها نجبة عدد المواطنين، وده صح مفيش شك، عدد أبناء الشعب المصري 104 مليون نكبة. أي مسؤول عن 104 مليون غير ما يكون مسؤول عن 20، غير ما يكون مسؤول عن 40. في نفس الوقت يطلع شخصية أزهرية تقول أن تحديد الناس لمؤامرة على مصر. بالضبط. طيب ده معناها إن الخريطة فيها لاعبين متضاربين، واحد بيقول مفيش فرق بين مسلم ومسيحي لو رئيس الدولة، بينما في شخص بيطلع كتير في التلفزيون
من المقربين من الشخصيات الكبيرة في الأزهر قاعد يشتغل لنا في موضوع ملوش أي أهمية، المسيحيين كفرة. يا أخي أنت وإحنا عارفين أن كل دين بيعتقد أنه هو بس الصح، ولكن أنت عارف أو أن أولا دي مش مشكلة، مش قضية خالص ولا تعنينا على الإطلاق كيف يرى المسلم المسيح وكيف يرى المسيح المسلم، مش من قضايانا، أصل كيف يراه دينيا بالضبط مش من قضايانا. دي مش قضايا، دي قضية يا أستاذ ملاش أي أهمية. ليه؟ لأن احنا عاوزين نفصل الدين عن الدولة، عاوزين نخلي الدولة تدار بالدساتير والقوانين والدين شأن شخصي. وانت لما يكون في رأيك ان ده موضوع مهم للكلام فيه، معناك انك ما بين تافه ومخرب، يعني يا إما تافه يا مخرب. دي مش قضيتنا، وعلى فكرة مش هتوصل لولا حاجة خالص، ومش يعني. وبعدين انت عارف ان الطرف التاني رأيه فيك انك مش على الدين الصحيح، وكل الأديان كده، مش احنا يعني كل الأديان قائمة على افتراض ان هي الحقيقة، ودي مش قضيتنا ودي مش قضية مصر ده. فانت لما تكون ده شغلك الشاغل مرة تانية، ده شيء في غاية التفاهة بس كمان في غاية التخريب بالضبط، لان ده غير مطلوب، وناس تطلع تانية تشوف هل هو صح ولا، وناس يقولوا لا هو اكيد صح، وناس تقول لا. وبعدين حتى المفردات، يعني انا ضد ان نستعمل في سنة 2018 مفردات قرون اخرى. يعني حتى استعمال الكافر يعني هو له إطار تاريخي. أنا لما بشوف حد بيستعمل كلام زي مثلا يقول على من الجاهلية مثلا، اللي يقول العقيقة أنا فاهم كويس قوي هو بيعمل كده ليه. هو تأثر بثقافة أخرى غريبة على مهاجر. مصر هو مهاجر بهويته لحتة تانية بالظبط، هو مهاجر. المصريين بيقولوا السبوع، أنا رأيي نتمسك في حكاية السبوع. المصريين بيقولوا كذا وكذا وكذا، يعني مثلا يعني المسلمين وهم بيصلوا كانوا بيقولوا زمان حرما وجمعا، دلوقتي بيقول تقبل الله. أنا مش ضد حاجة، بس عاوز الناس المثقفة تعرف المعنى إيه. المعنى إن فيه هجرة هوية. ليه؟ لأن كانت مصر من 50 أو 60 سنة عاملة مسيحية وإسلام بتوع مصر برضو. يعني هو أنا كنت في لبنان قريب وبتكلم عن المسيحيين المصريين، فاللي قدامي قال لي بس احنا هنا مش كده خالص، بتكلم على ان مفيش دموية. يعني قال لي انت لو تعرف المارونيين عملوا ايه في بعض وقتلوا بعض قد ايه. فده نبهني ان مصر انتجت مسيحيين من نوع خاص. مفيش في تاريخ مصر ما يشبه مذابح المارونيين ضد بعض اللي حصلت في لبنان واحنا عايشين. وكمان عملت إسلام مصري قايم على اللي احنا بنقعد نفتخر بيه طول النهار، أما نقول إن الناس في الأحياء البسيطة كانوا بيروحوا للسيدة زينب وهم مسيحيين، وبيروحوا لسانت تريزا في شبرا وهم مسلمين. الكلام ده اللي هو طوارى إلى حد ما، ده منتج مصري. المهم عشان نلم الموضوع تاني، مصر محتاجة إنها تواجه نفسها في الموضوع ده وتقول أنا عندي مشكلة بدون مبالغة في حجمها، عاوزة تتوضع بشكل علمي على ورقة وقلم ونشوف مين عليه ايه، الدولة عليها ايه، التعليم عليه ايه، المؤسسات الدينية. وانا اللي سمعته النهاردة بيطمني ان هناك قلق على رأس السلطة، بس عاوز اطمن ان هذا القلق حقي كمواطن مصري، ان هذا القلق يترجم الى سياسات والا يبقى فقط قلقا. يعني نقول احنا عاوزين تجديد الخطاب الديني، بس احنا عاوزين بنفس القدر ان هذا النداء يتحول الى واقع. من خلال ايه؟ من خلال سياسات. البعض يا دكتور يمكن بيتهكم على فكرة تجديد الخطاب الديني، ليه؟ يعني يقول لك احنا عندنا ديننا اللي ماشيين عليه بقالنا سنين، هو ايه اللي حصل في الدين خلى الناس تغير افكارها؟ أو مش هو ده السبب في اللي احنا فيه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل للمصريين؟ ما هو الدين موجود من سنين والحاجات دي موجودة من سنين، إيه اللي خلى المصريين يتغيروا وياخدوا النهج ده أو الفكر ده أو الطريقة دي في التعامل مع بعض؟ أولا الإسلام مش اللي هو الدين الإسلامي، الإسلام كما يفهمه المصريون المسلمون سنة 1940 يختلف
عما يفهمه المصريون المسلمون أو معظمهم الآن. بمعنى أن حصل تغيير، التغيير ده ثقافي، ده ليه علاقة بعمل المصريين في البلاد العربية وعودتهم. ده ليه علاقة بأن رئيس جالنا مرة واحدة يقول لنا أنا رئيس مسلم لدولة مسلمة، ودخل في خصومة مع الكنيسة ليس لها أي داعي. يعني منقارن موقف الكاتدرائية اللي انت ابتديتي بيه بموقف بعد 10 سنين أن رأس الكنيسة شبه معتقل ومحددة إقامته في دير قدسة البابا شنودة الأنبا بشوي في وادي النطرون. ففي تغيير ثقافي سياسي. هذا التغيير أرى أن العهد الحالي يتكلم بلغة معناها تغيير هذا الواقع الجديد. في واقع جديد، واحد يقول لنا ما هو الدين موجود من 1400 سنة، يقول له لا طبعا لا، الدين في كل مرحلة بيتشكل فهم الناس له بالسياسة والثقافة. هو الدين لما يبقى سعد زغلول بيقول الدين لله والوطن للجميع، ويكون المحيطين به هم سينود حنة وويصة واظف ومكرم عبيد وكبار أعلام المجتمع القبطي، أقول إن هو المجتمع ده هو اللي موجود النهاردة؟ لا طبعا. الله، يعني ما رجل اليمين في حزب الوفد مكرم عبيد، تمام؟ فبلا شك إن في تغيير، بس التغيير ما هوش في الدين، التغيير في الناس وثقافتهم وتعليمهم. يعني أنا برى أن الثقافة الدينية الإسلامية الموجودة حاليا، ومش عند كل الناس، عند بعض الناس، هي وافد من بيئة غير مصرية جت مع العمل في البلدان العربية الخليجية ومع الأزمة اللي تمت في مصر في السبعينات ما بين الحكم وما بين الشركاء في الوطن. وبعدين جاء الرئيس حسني مبارك لمدة 30 سنة، وأنا أزعم أنه هو لم يكن على الإطلاق صاحب سياسات معادية للمصر المسيحي. يعني أعتقد من مراقبته ومن معرفته أن ذلك لم يكن، ولكنه أبقى الوضع على ما هو عليه. يعني هو استلم مصر من حادث المنصة، وكان في ناس بتشتغل في الباطن بقى، يعني في عقول المصريين طبعا. أنا لا أتهمه أنه كان متعصب، ولكن أتهمه أنه بلاش كلمة أتهمه، إنما أزعم أنه عهده كان فرصة لكي يقول الإخوان للدولة إحنا مش هنقرب من السلطة، بس إحنا شغالين في المجتمع. ما أنت شايفيننا شغالين في المجتمع. بالظبط، شايفيننا شغالين في المجتمع وقاعدين نعمل مدارس بتاعتنا وقاعدين نتكلم في السياسة جوه المساجد. فالحقيقة إن في مشكلة، ولكن ما نبالغش فيها وما ننكرهاش في نفس الوقت. بالظبط. طيب لو أنا عايزة أتكلم كمان على حكمة رأس الكنيسة طوال العقود الماضية، يعني قداسة البابا كيرلس السادس، قداسة البابا شنودة، قداسة البابا توادروس، ويمكن في كل فترة كان بيبقى في مجموعة من المواقف اللي الكنيسة بتاخد فيها رأي، دايما الرأي بيكون مع مصلحة الدولة أو مع السلام المجتمعي. حضرتك تقول إيه؟ أقول أولا في الأول أن الإخوان حاولوا يرموا في مصر أن الأقباط يرمون بأنفسهم على كتف الولايات المتحدة الأمريكية. وجاءت الأحداث من يناير وفبراير 2011 لتثبت أن ذلك ينطبق عليهم هم، ده حقيقي، لا ينطبق على الأقباط. بمعنى في الحقيقة أن النظام الأمريكي سند الإخوان 10 أضعاف مساندته للمصريين المسلمين والمسيحيين. وهيلاري كلينتون لما كانت بتيجي كانت بتطلع المقطم تقابل خيرة الشاطر، ما كانتش بتروح العباسية تقابل قدس البابا. فدي مقدمة للرد. ظروف الباباوات الثلاثة مخالفة تماما. يعني البابا كيرلس يمثل أنه في الحقيقة رئيس للكنيسة، دوره رعوي خدمي أكثر منه ممثل سياسي. الظروف في رأيي أنا اضطرت البابا شنودة إلى إضافة التمثيل السياسي، اضطر لما يكون رئيس الدولة بيقول له أنا رئيس مسلم لدولة مسلمة، فكان ظرفه مختلف. البابا تودروس يعني الذين يعترضون
على بعض سياساته هم يريدوه أن يمارس المنصب بشكل بابا سابق له، ظرف مختلف. يعني هو أنا أعتقد أنه هو من ناحية في أعماقه أن يكون مسؤولا رعويا وخدميا. وبعدين حتى التانيين اللي هم بيهاجموا لازم أقول لهم إيه، يعني أنتوا عاوزينه يمثلكم سياسيا عشان أوثق أنكم مش هتوافقوا بعد شوية. ده حقيقي. مش أصوه كمان مينفعش يمثلكم كلكم سياسيا عشان أنتوا مش طيف واحد، أنتوا أطياف مختلفة. فحتى لو مثلكم سياسيا، طب هيمثل مين فيكم؟ الواقعي اللي هنا ولا اللي مش واقعي اللي هناك؟ أشكرك على التشبيهات الدقيقة. يعني هو لا، ما هو في الحقيقة ما ينفعش إن أنا، وبعدين هو بشخصيته الوديعة جدا الطيبة جدا الخلوقة جدا ليس صداميا. في البعض لهجته أنت ما بتصطدمش ليه؟ أولا اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار. ثانيا ولا واحد منهم يعرف هو إيه الفارق بين الممكن بين المأمول والممكن. يعني في فارق ما بين الاثنين، بس أنت قاعد عايش في المأمول بس مش عارف إن في الحياة في حاجة اسمها المأمول والممكن، وفي احتمال إن لو رحت للمأمول على حساب الممكن تخسر أكتر، تعمل صدام. فأنا أعتقد إن البابا كيرلس ابن ظروفه، رئيس جمهورية بيحب يقابله في بيته جمال عبد الناصر ويقول له صلي لأولادي، وأما يجي يكلمه عن بناء الكنيسة يقول له ما تبذلش أي مجهود في أنك تقنعني، أنا بس عاوز أعرف أعملها إزاي. ده كان الحوار كده بالظبط، إن هو بابا كيرلس بيحاول يقنعه، فجمال عبد الناصر قال له إنك يعني ما تبذلش مجهود في إقناعي عشان أنا مقتنع، إحنا بس خلينا نشوف هنعملها إزاي. وجات له فكرة المقاولين العرب إنها تنفذ. الرئيس السادات رجل له إنجازات عظيمة زي حرب 73، زي في رأيي البعض قد لا يوافق إن ما نعيش في الصراع المصري الإسرائيلي طول العمر، البعض قد يختلف معي من حقه، لكن ما أعتقدش أنه يختلفوا معايا في 73. لا طبعا. لكن في نفس الوقت هأخذوا على حكاية الرئيس المسلم للدولة المسلمة. حضرتك كمان كان ليه كتابات كتيرة قوي في هذا الشأن، فكرة أنه الرئيس السادات يكون إدى الفرصة الأكبر للإخوان منذ نشأتهم، كانت فرصتهم الذهبية هي عصره 100%. يعني أنا هقول أن اللي الناس شافته في فيلم السادات هو جزء من الحقيقة في الفيلم اللي عمله أحمد زكي، وده جزء قد كده من الحقيقة، اللي هو إن هو حب يلعب بيهم ضد طيار آخر. فمبدئيا يعني نعمل زي ما سيدة جيهان السادات جت للبرلمان الإنجليزي تكلمت، كنت أنا قاعد على بعد متر منها في مجلس اللوردات، فقالت خطبة رائعة بتقول إيه، أنتوا هنا اللي هي دي النغمة دي اللي أنا هقولها دي بتاعة الدكتور محمد البرادعي، بعضكم بيقول لنحتوي الإخوان، أنا جاي أحكي لكم عن شخص حاول يحتوي الإخوان وأقول لكم حصل له إيه في الآخر. زوجها له زوجها تمام. والحقيقة أنه اختيار عبقري للموضوع، لأن أنت بتقول للناس أدي مثال حي، واحد آمن أنه يحط إيده في إيدهم ويشتغل معاهم، ومات يوم 6 أكتوبر 1981 برصاصات بعضهم. ف يعني فترة الرئيس السادات محتاجة مننا ان احنا نشوف قد ايه التمن اللي دفعناه لفكرة ان هو، يعني هو اصلا عارف هو عمل كده ليه. يعني هو تولى الحكم في بلد لا يثق انها مؤمنة به في الفترة دي 1970، وقالوا له ان المثقفين كلهم ضدك وكلهم يساريين. فأخذ النصيحة، وده مش مجالنا نقولها هنا، بس أنا عارف هو أخذ النصيحة من مين، والنصيحة ودته لغيوم 6 أكتوبر 81، النصيحة اللي خدها 70 اللي يحط إيدك في إيد الإخوان. عين السيد محمد عثمان محافظ لأسيوط، واحد من الإخوان. لا يا أسيوط ولعت والطلبة الإسلاميين بيضربوا
الطلبه مش بقى المسيحيين، لا كل الطلبه اللي مش اسلاميين بالظبط. انا فاكر انا يعني 71 يعني كان عندي 21 سنه، كل يوم في الجرايد اعتداء على طلبه في كليه الاداب في جامعه اسيوط انه بيمثلوا ان بنات بتغني. ها بدينا لان حطينا بذره المشكله. لكن المهم ان احنا نطلع من ده لايه؟ ان الان احنا عندنا مشكله ما نبالغش فيها بس ما ننكرهاش، ونحولها الى بحث علمي، ونقول احنا علينا نعمل كده كده كده، لان الارهاب اصله فكره. يعني ما في واحد بيقول افتكر نابليون بس مش واثق تماما، الحرب اصلها كلام، الحرب اصلها كلام، والارهاب اصله كلام، كلام قيل للناس ورسخ في عقولهم فنفذوه. لكن المرحلة الأولانية ما هيش فعل، هي قول. وهل من رأي حضرتك أنه شخص تشبث بأفكار ظلامية أو أفكار متطرفة، هل مع طرح أفكار مختلفة مع النقاش مع التحاور هل ممكن رأيه يختلف؟ لا، إحنا بنشتغل على الأجيال الجديدة أكتر. لأن يعني أنت بتشتغلي بوسيلتين أمن، أو مفروض الحقيقة أنك تشتغلي بوسيلتين أمن لمن يحمل السلاح، الثقافة والمعرفة والتعليم لمن يحمل الأفكار الخاطئة. أنت هتشتغلي على الجديد، يعني ما تصلحي برامج التعليم في بعض الجهات التعليم في مصر هتقللي احتمال، هو عمر المشكلة ما هتنتفي تماما، بس احنا عاوزينها ما تبقاش بالعدد ده. العدد كبير، احنا عاوزين ان المشكله تبقى بدل ما تبقى مثلا 15% من المصريين، انا بقول مجرد مثال، تبقى 1.5%، تبقى 0.5%. المشكله عمرها ما هتختفي. ما هو في امريكا ساعات بيطلع واحد ماسك رشاش وبيقتل الناس في المدارس. بس هي الفكره كلها ان احنا نرجع روح مصر من المسلمين والمسيحيين الى ان ده وطن اسمه مصر، وان وطن المسلمين والمسيحيين، وإن هويتهم مصرية، وإن انتمائهم الأول لهنا، وإن انتمائهم الإسلامي والمسيحي والعربي والإفريقي والبحر الأبيض المتوسطي هو الانتماء الثاني مش الأول. الانتماء الأول هم إن هم مصريين. دولة مدنية عصرية، يمكن معظم إسهامات حضرتك وكتاباتك ومؤلفاتك كلها بتصب في هذا هاتين الصفتين المدنية والعصرية. إحنا بقى كمصر نصبنا إيه من الصفتين دول؟ هل إحنا وصلنا فعلاً أن نكون دولة مدنية؟ هل وصلنا لفكرة العصرية؟ هل إحنا حالياً بعد مرور سنوات من ثورتين بدأنا نقف على الطريق الصحيح حتى ولو بالإرادة، حتى لو ما عندناش آليات؟ يعني إحنا دولة مدنية بنسبة 60-70%، بعيد قوي عن أننا نكون بنسبة 100%، بعيد بعيد. يعني الدولة المدنية هي اللي ما يتقالش فيها نقطة زي إن في بعض الإدارات الكاملة ما فيهاش من المسيحيين. يعني أكيد الناس عارفة إن في أماكن في الدولة يا فيها وجود رمزي للمسيحيين يا ما فوق يا ما فيهاش. بالضبط، بما في ذلك الدولة العميقة. فده بيخلينا نقول إن مصر دولة مدنية بنسبة ما. لكن لما يجي حد في البرلمان يطرح موضوع النقاب اللي تقريبا كل يوم دولة جديدة بتمنعه في العالم، ويجي تخوف من مناقشة الموضوع، فده يلقي بظلاله على مدنية الدولة. ليه؟ لأن النقاب احنا ما بننظرلوش من منظور ديني، بننظر له منظور أمني. بالضبط، فحتى النظر إليه من منظور أمني البعض خايف منه. فأنا أؤمن أن مصر دولة مدنية بنسبة ما بين 60-70%. عصرية لا، هرجع أقل من كده بكتير. الحداثة، يعني لأن الحداثة هي أن تكون قيمك، منظومتك القيمية كلها حديثة، بمعنى أنك تؤمن بالتعايش المشترك، بتؤمن بحقوق المرأة، بتؤمن أن الدين شأن شخصي، بتؤمن بأن العقل النقدي ليس له سقف، بتؤمن بالتعددية،
بتؤمن بقبول الآخر، ده كله عندنا عليه علامات استفهام. احنا هناخد فيها درجات قليلة قوي الحاجات دي. الحاجات دي بصراحة يعني لو أنا وأنت قلنا هنديها خمس، ندينا مجتمعنا 5/10 هنبقى مبالغين جدا. حضرتك قلت مثل دلوقتي فكرة مناقشة النقاب من الناحية الأمنية، البعض حتى تخوف أنه يجي ناحية الموضوع، طب إحنا إزاي هنأمل في دولة مدنية، في دولة بتحترم حقوق الآخر، في دولة بتحاول ترسخ مبدأ المواطنة وهي عندها مجموعة من الثوابت اللي بتعتقد أنها ثوابت خايفة تناقشها وتقتحمها؟ هو يعني طبعا أنا مضطر أن أنا أقول لك أن أنا من المثقفين الذين لا يعرفون بكلمة ثوابت، بس دي خليها في الجنب. ما يظن الناس أنه ثوابت هي، هم بيعتقدوا كده، هي ظواهر تكونت وترسخت، لكن ما فيش حاجة اسمها ثوابت. يعني كل ما يقال عليه ثوابت هي ظواهر اجتماعية قبل للمناقشة، لكن الإرادة السياسية هي التي تعمل فيما ضد ما قلتيه. أنت وصفتي صورة أن في ناس كده باللغة العامية مع أصلجة. صح. ما فيش كلمة أحسن من دي. صح. أعتقد يعني في رئيس بيقول تجديد الخطاب الديني، وفي مؤسسات وأشخاص معصلجين. أنا لا أرى حل إلا الإرادة السياسية، يعني مش بعرفش حاجة تانية غير كده. يمكن في حد يعرف يقول لنا، لكن أنا أرى أن الموضوع لا يمكن. المعادلة دي بتاعت قيادة بتقول ووزير أوقاف بيقول ووضع معصلج، لا أرى إلا إرادة سياسية تفرض، لأن الرؤية السياسية التقدمية. يعني النهاردة في واحد كان بيسألني بيقول لي الدكتور البلدعي بيقول لابد من الحوار مع الإخوان. فقلت له روح اسأله قل له هو دعاة التقدم في أوروبا تحاوروا مع رجال الكهنوت ولا خلقوا واقع جديد؟ هم خلقوا واقع جديد، هم لو راحوا تحاوروا الحوار غير مجدي. اتحاور اروح اقول للاخوان؟ اصل الاخوان ده مش معناه ان عنده كارت في الاخوان، ده عنده طريقه تفكير طبعا. ما اكثر الاخواني الذي لا يعرف انه اخواني. بالزبط. في مصر بالزبط. في هناك عشرات الالاف من الناس انا هصنفهم اخوان وهم يقولوا لا احنا مش اخوان. هو يقصد ما عندوش بطاقه عضويه في الاخوان، بس انا هقول له انت عندك 80% قواسم مشتركه في التفكير. يكفي قراءة التعليقات على أي حادث بيحصل للمسيحيين، أو على فكرة النقاب. لما حد من النواب يعني يقدم فكرة هذا المشروع، لقينا سيل من التعليقات السخيفة جدا والمهينة جدا جدا لشخص النائب اللي عمل كده. وبالتالي احنا من خلال ده ممكن نقدر نقيم قد إيه توغلت الأفكار الظلامية داخل المصريين. وانت بتتكلمي فكرتيني بحادثة في تاريخنا تبين أن من غير الإرادة السياسية المعضلة دي ما تتحلش. في أيام محمد علي تولى حكم مصر 1805 وحكم ل 1848 وتنازل لابن إبراهيم في عام 1848. في أوائل عهده قتل مسلم مسيحيا عشان نعرف يعني. طبعا. لما جاي القضاء ينفذ حكم الإعدام على المسلم، طلعت مظاهرات في الشوارع زي بعض اللي بنسمعه الوقت. بالظبط. المسلم دمه أعلى من المسيحي فما يتقتلش بمسيحي. قام آخذ موقف رهيب وتأكد إن الراجل هيعدم، وأعدم ملأ على الملأ، وبأرسل رسالة لكل الولاة إن ده اللي هيحصل في كل حاجة. أدي الإرادة السياسية. لولا أن محمد علي عمل كده، لو خاف ضد فكرة المسلم ما يتقتلش بمسيحي، وما نعمل إيه يعني لما المسلم يموت مسيحي؟ نعمل إيه يعني؟ وإحنا عندنا قانون مدني، يعني قانون أخدينه من القانون الفرنسي يعني، والقانون ما فيهوش فكرة مسلم ومسيحي، في كلمة القاتل والضحية. المثال ده على فكرة يعني اللي عمله محمد علي كان إرهاب، يعني اللي هو إيه هيتقتل يعني هيتقتل، وكل حادثة زي دي هتحصل كده. المسلم اللي هيقتل المسيحي أو المسيحي اللي هيقتل المسلم، القاتل هيتقتل. الإرادة السياسية هنا هي اللي عملت له الإنجاز. يعني هو من غير كده، وقام جاي بعد كده معين عدد كبير من الأقباط في المناصب الكبيرة اللي حواليه.
وأنا أحصتهم في بقالة قريبا ليا، يعني اللي هم تولوا زي وزير المالية وزي رئيس الديوان وكده. بذلك وصلنا إن أول رئيس وزراء لنا كان مسيحي أرمني، نوباريان باشا أو نوبار باشا. تمام، ده الواقع اللي وصلنا فيه إلى سنة 19، إن سعد ما بيبصش حواليه، اللي حواليه دول مصطفى النحاس ولا سينود حنة. فإحنا أنا يعني أنا لا أعرف طريقة إلا الإرادة السياسية المفروضة لكي العصلجة اللي موجودة ضد التروس، لأن في عصلجة على كل المستويات، يعني من أدنى المناصب إلى مناصب عليا. ده حقيقي جدا. طبعا أكيد أكيد أكيد، ما هو المرض ضارب فينا من سنة 70. اللي كان عنده 15 سنة سنة 70 دلوقتي عنده 63 سنة، تحط فوقهم 48، فاتكون أكيد هنلاقي محافظ تنويري ومحافظ ظلامي وهلم جرة على الهرم كله. اللي هيقدر على دي الرؤية السياسية، أن صاحب الرؤية السياسية الذي يريد تجديد الخطاب الديني الذي هو أدرى منك ومني بالعصلجة وأماكنها وآليتها. حضرتك أشرت لنقطة مهمة جدا، أماكنها. حضرتك شايف خريطة مصر، هل في بقع معينة كده على الخريطة هي بعينها محتاجة تدخل وتدخل سريع، لأنه تركها هكذا بينبئ بكارثة؟ أنا النهاردة كنت بتكلم مع حد من أسوان، ابن أسوان تماما، فقارن لي بين المنيا وأسوان، فارق رهيب. الوضع اللي موجود في المنيا يختلف اختلاف جذري عن الوضع اللي موجود في أسوان. والعلاقة ما بين المسيحي أسوان ومسلمي أسوان أقرب ما تكون إلى الشيء اللي احنا نرغبه. والوضع في المنيا مختلف، وإحنا احنا ممكن كمان نقول عارفين ليه الوضع في المنيا مختلف. قيادات الجماعة الإسلامية والشغل اللي اشتغلته بطريقة ممنهجة خلال 30 سنة اللي من 81، لا محتاج الموضوع تاني مرة تانية. هستعمل كلمة بيزنس بلان، يتكتب ما هي الرؤية. الرؤية في 3-4 سطور هي القضاء على أسباب الانفجار التي تحدث في محافظة المنيا على فترات متوالية. لكي نحقق هذا لابد من حدوث كذا وكذا وكذا، ولابد أن يعهد بهذه المهمة لمن هو مؤمن بها. يعني أنا كيف أعهد بهذه المهمة؟ أنا لا أقول إن الحالي ليس مؤمن بها، أقول نظريا لا يمكن تحقيق الأغراض الكبرى عن طريق الموظف، وإنما عن طريق المؤمن بالرسالة. الإنسان لما يكون مجرد موظف مش هيتعب نفسه، لكن عاوزين ناس مؤمنة بالرسالة دي، مؤمن إن أنا وظيفتي إن أخلي المنيا جزء مسالم من المجتمع المصري. وإن كنا نتحدث عن وجود قيادات للجماعة الإسلامية وقيادات للإخوان يمكن ما كانوش ظاهرين إعلاميا، ما نعرفهمش، موجودين في بعض المناطق في مصر، يمكن بيشحنوا الناس، يمكن بيكون في ليهم تمويل بشكل أو بآخر، إزاي الدولة تتعامل معهم؟ يمكن هم ما قاموش بأفعال عدائية، يعني مش هيقعوا تحت طائلة القانون، لكن خطاب الكراهية اللي طول الوقت بيبث في أذهان الشباب يمكن علانية في بعض الأحيان. يعني يمكن قريت بوست كده لصديقة في وقت من الأوقات من يومين بتتكلم عن أنه شيخ الجامع اللي جنبها، وهي ساكنة في منطقة يعني متحضرة إلى حد كبير، بيتكلم عن أنه المسيحيين واليهود مشركين وما ينفعش أنك تاكل معاهم، هيحصل لك كذا وكذا، وأفكار غريبة جدا. فهي كانت مستاءة جدا ومش عارفة تعمل إيه علشان توقف هذا الشخص عن كل هذا الكره اللي بيقوله. وهي لو وقفته مش هتوقف غيره، يعني نفرض أن هي وقفته، ما هو في زيه 10-15 في جهات أخرى. فلا بد من الإرادة السياسية، لا بد إن رؤية تجديد الخطاب الديني تنزل إلى 4-5 مستويات تحت الرئيس، ويكون كل اللي في المستويات دي بليفرز، يعني مؤمنين يؤمنوا تماما بالرسالة. لأنه ما ينفعش
أن يشرف رئيس الجمهورية على خطبة الجمعة في كل جامع. بالضبط. ولكن يستطيع أن يقوم بذلك وزير أوقاف مؤمن بالرسالة. ولما بنقرب من المواضيع دي ونقول خطبة جمعة مكتوبة الناس بتصرخ. طيب ما هو أنت عارف أن معظم أئمة الجوامع مستواهم التعليمي لن يؤدي لأكثر من ذلك، يعني عدد المؤهلين منهم موجود بس لا يمكن يصل إلى النصف، يعني نصف المساجد فيها ناس بيرتقوا المنابر وهم أبعد ما يكونوا عن التأهل لهذا المكان. يعني أنا لا، أنا مرة سألت البابا شنودة وقلت له لو طلبت من قداسة البابا أن يقول لي في يعني في 4-5-6 كلمات أهم إنجاز بيعتز به في فترة حبريته، يعني اللي هو طبعا قبل ما يتوفى، بس حبريته يعني 1971-2012، فقال لي رفع مستوى رجل الدين المسيحي في 5 كلمات. الحقيقة لو رجعنا للمجمع المقدس سنة 50 والنهاردة الفرق السماء والأرض في التعليم، يعني قد يكون أول جامعي يدخل في مستوى لا في أول راهب متعلم كبير هو متى المسكينة، وبعديه على طول جيل البابا شنودة والأنبا صمويل والأنبا غريغوريوس، دول أول جامعيين يدخلوا. إحنا الآن عندنا ما فيش ولا واحد مش جامعي في المجمع المقدس، ومعظمهم معاهم ماجستير ومعاهم دكتوراه. وده متفلتر تحت مستوى الأساقفة والمطارنة، وده مش كلام ديني، ده كلام دنيوي بحت. يعني اللي أنا بتكلمه ده سياسة. واحد حط أولا هو كان أسقف التعليم من 61 أو 62، أسقف التعليم لما بقى باتريارك جاب معاه مهمة التعليم، فأصبح رجال الدين على مستوى معين لازم في الناحية الأخرى يتعمل نفس الشغل ده. تجديد الخطاب الديني أنا في رأيي إن هو أكبر مهمة سياسية في مصر الآن. هو الحقيقة أنا مفروض أخرج فاصل، بس أنا مش قادرة أخرج فاصل غير لما أتكلم على فكرة اللي حضرتك طرحتها دلوقتي، هو لما قداسة البابا شنودة قرر أنه يرفع مستوى رجل الدين المسيحي، هو كمان على جانب آخر كان بيحاول يدخل القيم والأخلاق في المناهج الدينية في التربية الكنسية من خلال مدارس الأحد. وحضرتك كان ليك كلمة رائعة في احتفالية مئوية مدارس الأحد عن التعليم وأهميته، وإزاي ده خلق لنا جيل قادر يتفاعل في المجتمع، عنده قيم وعنده مبادئ وعنده أخلاق. عايزة حضرتك كمان تعلق على النقطة دي. أنا ما اتكلمت عن مدارس الأحد برضو اتكلمت من منظور وطني بحت. طبعا. إن في باتريارك اسمه كيرولوس الرابع خد على عاتقه إن تاني مطبعة تيجي مصر بتاعته، بعد المطبعة الأميرية، وخد على عاتقه تعليم البنات، تعليم بنات قبل قاسم أمين بأربعين سنة. وإن في واحد جاء بعد كده حبيب جرجس، يعني اعتبر دي مهمة حياته. ففي 1918، عشان كده احنا في 2018 احتفلنا بالمئوية، بدأ مدارس الأحد. واحد نظر نفسه إن الناس ما تروحش الكنيسة عشان تصلي بس، وإنما تتعلم. ففي حاجة اسمها دروس، في الدروس دي في معرفة وأخلاق. أنا بقولت إن الوطن كله كان لازم يعمل نفس العملية، وإن دي عبارة عن رافد من روافد التعليم في مصر، إن واحد ياخد على عاتقه مسؤولية إنه يحول دور العبادة إلى دور العبادة والتعليم. يعني عملية في غاية الروعة، أعتقد إن معظم المجتمع ما يعرفهاش. يعني أنا الكلام اللي قلته في كلمتي يومها قدام قداسة البابا، أعتقد المجتمع ما يعرفش موضوع البابا كيرولوس الرابع ومدارس الأحد، وإن المسيرة ديت أوجدت في النهاية إن نسبة التعليم بالمعنى الكامل اللي بما فيه كل شوية بترجع لفكرة الأخلاق، ده صح، يعني اللي هو إن التعليم مش بس 4 في 4 ب 16، يعني التعليم فيه حاجات بأهمية
انك ازاي تتعامل مع الناس وان ازاي تكون مؤدب وان ازاي تؤمن بان احنا بنفتقد ده جدا. ان ان ان, إن طبيعي ان يبقى في واحد يهودي وواحد مسيحي و, 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 و وانك ما تحاسبش الناس على الاختلاف. يعني انك تزرع في الناس افكار بسيطه جدا منها انت مسلم عشان ابوك مسلم وانت مسيحي عشان ابوك مسيحي وما بذلتش اي مجهود عشان تصل للنتيجه دي. فانا مش فاهم بتفتخر بايه. لان الافتخار يكون عن طريق انجاز ذاتي. يعني انت نتيجه حتميه بيولوجيه. يعني المجتمع محتاج لما يشبه تجربه حبيب جرجس على مستوى اوسع وبدون لون ديني. يعني مش بل بالعكس ألا تكون مرتبطة باللون الديني. يعني هو عمل كده عشان المجتمع ما بيعملش كده. هو المجتمع لو بيعمل اللي هو كان بيعمله ما كانش راح يعمل كده. لكن يعني أنا مؤمن تماما أن المعضلات اللي عندنا كبيرة بس لا تدعو لليأس. وفي ناس مروا بمثلها ونجوا وناس مروا بمثلها وغرقوا. يعني هو يعني في كلمة جميلة لسارتر ما بيقول ايه؟ ما فيش حاجة اسمها المستقبل. المستقبل هو اللي انت بتعمله دلوقتي. ده كلام بيخالف عقلية معظم الناس في تعليمنا. لان في ناس مريحة نفسها ان الموضوع مش كده. الموضوع قدري. ها؟ لا لا. المستقبل زي سارتر ما بيقول هو ما تصنعه في مطبخ اليوم. او بتعمل وجبة زي الزفت هتطلع هيبقى المستقبل زي الزفت. بتعمل وجبة كويسة هيبقى المستقبل كويس. احنا هنكمل مع حضرتك هذا الحوار وعندنا نقط تانية كتير نتكلم فيها. بعدين نتكلم عن دور الفن واللي برضو مرتبط بشكل كبير بالأخلاق اللي برضو انحضرت حتى في الفن والأعمال الفنية المقدمة للأسف الشديد. وده طبيعي بيأثر بشكل مباشر على المجتمع. لكن بستأذن حضرتك هنخرج فاصل ونرجع مرة تانية. تفضلوا فاصل ونرجع مرة تانية. خليكم معنا. صباح النور. موضوعات اجتماعية تربوية طبية تراثية. فقرات مع الناس نعرف مشاكلهم ونطرحها مع مسؤولين. نتعرف على مختلف الأخبار المحلية والعالمية والكروية. وقبل كل ده هنبدأ بفقرة تأمل روحية نبدأ بيها يومنا. شاهدونا على الهواء لمناقشة قضايا تهمكم في برنامجكم صباح النور. برنامج صباح النور تشاهدونه في الأوقات التالية. ثلاث الرحمات قداسة البابا شنود الثالث معلم الأجيال ترك لنا كنوزا من التعليم في كل المجالات. إيمانيات، روحيات، تأملات، عقيدة، كنسيات، تاريخ، أدب، شخصيات، آبائيات، بهجة وفرح للقلوب. واحنا اصول نصرف للي قاعدين مره نظارات مكبره يعني. احنا لا نيأس في الخدمه اطلاقا. كل طاعه لازم تكون داخل طاعه الله. معجزه الالسنه ان اللي اتكلموا بيها من التلاميذ بعضهم كانوا صيادين. يعني لا بطرس ولا اندراوس ولا يوحنا ولا يعقوب كانوا تعلموا في مدارس لغات. دول ناس غلابة. فالله هو الأول باستمرار. وينبغي أن نفهم هذا في حياتنا وفي كل ما يمر بنا.
ربنا بيقبل الكل. الشخص العادي لو كشف له ساعة موته هيبقى يترقبها بفزع، فاضل كم يوم، فاضل كم ساعة، فاضل كم دقيقة، ده يموت قبل ما يموت. كفاية كده ومش شكل. زغروطة غريغوري دي. إجابات على كل التساؤلات في برنامج كنوز لا تفنى على سي تي في. برنامج كنوز لا تفنى تشاهدونه في الأوقات التالية: مرحبا بحضراتكم معانا مرة تانية في النور في هذا الحوار الرائع مع العالم الكبير والمفكر الجليل دكتور طارق حجي. أهلا بك يا دكتور مرة تانية. يمكن في الجزء الأول اتكلمنا على كتير من القضايا اللي تخص فكرة تجديد الخطاب الديني، مش بس تجديد الخطاب الديني لكن الارتقاء بالمجتمع بشكل عام. القوة الناعمة، إحنا حلنا إيه؟ يعني أصبحنا زي الفن والسينما والدراما، إحنا كنا يعني رواد في هذه المجالات، إحنا فين دلوقتي؟ إحنا في المناطق دي زي ما إحنا في كل حاجة. يعني اللي هو عندنا تدهور في المستويات في كل المجالات نتيجة ظروف تراكمية زي ما قلت. لكن خليني أقول كلام قد يبدو يعني صادما للبعض، أنا ممن يؤمنون أن مهمة وزارة الثقافة ووزارة الشباب هي مهمة تماثل في دورها مهمة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية. مش احنا بنقول ان في ارهاب وارهابيين، وزارة الدفاع ووزارة الداخلية بتتعامل مع الارهابيين مش الارهاب، لكن الفكرة اللي طلعتهم دي عند الثقافة والشباب. انا اؤمن ايمانا كاملا ان قوى مصر الناعمة تستطيع اذا فعلت أن تصل بنا لما نريد. بس لما يبقى عندنا 3500-4000 مركز شبابي بيستعملوا صح للأسف، لكن هم ما احنا شايفين أثرهم. دول لازم يعملوا سيمفونية بتعزف بناء على برنامج معين. مراكز الشباب وقصور الثقافة، وزارة الثقافة مش وزارة هامشية، دي وزارة في الظرف التاريخي الحالي من أهم الوزارات. هل يؤمن الجميع بذلك؟ أشك شك كبير إن في حد يؤمن أن قوى مصر الناعمة هي التي ستقهر فكرة الإرهاب وليست الأسلحة. الأسلحة ستتعامل مع حملة الأسلحة، أما حملة الأفكار فأنا مش عارف إزاي هنتعامل معهم إلا بالقوى الناعمة، بالسينما، بالمسرح. وبعدين أنا بؤمن إيمان كامل بأن محب الفنون يقترب مباشرة من القيم السامية. ما ينفعش إن يبقى قاتل. اتفق مع حضرتك جدا. ما ينفعش إن واحد بيحب الموسيقى طبعا، وبيحب الرسم، وبيحب النحت، وبيحب الرقص، وبيحب المعرفة والثقافة، ده مش ممكن. يعني هو فيه بحاجة ببساطة، احنا ما نعرفش في تاريخ أوروبا أن أهل الثقافة والعلم قتلوا أحد، لكن نعرف في رحلة أوروبا للحداثة أن الحكم ورجال الدين قتلوا، لكن ما سمعناش أبدا عن علماء قتلوا، ما سمعناش عن حد حصل له اللي حصل لجاليليو في الجبهة الأخرى. وإذن هل نؤمن جميعا بأن قوى مصر الناعمة ليست للتسلية،
ان السينما مش للتسليه، احنا حولناها للتسليه. احنا حولناها وبمستوى رديء. انا مؤمن ايمان شبه كامل بان عدد كبير من المسؤولين، ولا يمكن ان اقول كلهم، بقول عدد كبير، يرى ان ما اقوله الان مبالغه. المسرح، السينما، الاغاني، المعارض الفنيه اهم مما تظن، اهم من معظم الوزارات الاخرى. الإنسان الذي يحب الثقافة والفنون لا يمكن أن يغرى بالأفكار الدموية، لا يمكن. الذي يغرى هو اللي عنده رأس يابسة وعنده قنوط وعنده غضب، وهم بيشتغلوا على ده. الغضب هو أساس كل الشرور. فأنا في الحقيقة شايف أن إحنا الجانب ده، أعتقد أن مصر منذ 40-50 سنة بتنظر للقوى الناعمة على ان هي للترفيه يعني. ودي كارثة. ده مش للترفيه ابدا. السينما العظيمة المصرية اللي كانت 65 بتعمل فوق 100 فيلم في السنة، هو مش ترفيه بس، ده انت بتغير حاجة في جوهر الانسان ما بتخليه يحب الحاجات دي. انا سنة ما بين 68 و 72 كنت كل فرصة جيلي اروح مسرح اروح، والمسرح اللي بتكلم عنه ملوش دعوه بالمسرح الموجود حاليا. طبعا عارف بنتكلم على ايه؟ احنا اصلا ما عندناش مسرح حاليا. بنتكلم على مسرح بيقدم بيتر فايس وبريخت وسارتر والبير كاميو كده، ده اللي كنت بروحه بقروش. في مسرح اسمه مسرح الجيب، بعد كده سموه مسرح الميت كرسي. فيه روائع المسرح العالمي. انت عاوزه زي ده 1000 حاجه في البلد. اذا ده حصل فانت امنتي الوطن. أنا عارف إن في ناس بترى هذا الكلام على إن هو كلام نظري، ده كلام عملي متشاف في التاريخ، أن قوى مصر الناعمة بأهمية قوى مصر المسلحة، والاتنين مهمين والاتنين مطلوبين لحماية الوطن، وإن الوطن مش هيتحمي بواحدة منهم وحدها، يعني كل واحدة منهم هتكمل دور التاني، بل إن اللي هتشتغل على تسهيل مهمة الأمن هي الثقافة. يعني تخيلي لما مراكز الشباب اللي هي افتكر ان هم 3700 او حاجه زي كده، لما دول يتحولوا الى مراكز جذب لوقت فراغ الشباب، ده اهم من حاجات كثيره تانيه طبعًا جدا طبعا. وبعدين مستوى السينما، يعني انت عارفه قضيه حكايه الجمهور عاوز كده، دي قضيه فنيه كبيره جدا. يعني ايه؟ يعني هل المشكله في الفن ولا في الواقع اللي الفن بيعكسه؟ دي جدلية في غاية الصعوبة. ومش الجمهور عايز كده، ده اكتشفنا مؤخرا، لأن الجمهور لما بيتعرض عليه فيلم فيه قضية محترمة في السياق محترم، لا بيتفرج عليه وبيحقق إيرادات. طبعا هو الجمهور اللي رايح، مش عاوز أقول أسماء، لفلان وفلان من المغنيين اللي لازم نشعر بالعار لما نشوفهم هما بيغنوا، ونشعر بالعار أكتر لما نشوف الجمهور اللي قدامهم إنه من طبقات عالية. فدول هيبقوا آباء وأمهات اللي هم قاعدين يتفرجوا على هذه المسوخ. الجمهور اللي راح لأحمد زكي مش كده ولا ما راحلوش؟ فلما وجد أحمد زكي راح له. أنا غير مؤمن على الإطلاق بإبراء ذمة الفن، وإن احنا نقول أصل الواقع كده واحنا بنعكس الواقع وبنعمل اللي الناس عاوزينه. انا لا اؤمن ان هذا الكلام سليم. في علاقه جدليه ما بين الطرفين، وان فكره ان انا المبدع وظيفتي ان انا اعطي الطرف الثاني اللي هو عاوزه، ده كمان اللي هو عاوزه ده توهم مني، انا توهمت انه عاوز كده. لكن زي انت ما قلتي، لما تقدم له حاجه كويسه تقبلها. فما ينفعش ابدا ان تحكم حياتنا الثقافيه والفنيه فكره ان احنا بنستسلم لفكره ان دي البضاعه المطلوبه. لا، لما كانت البضاعه اللي بتقدم لهم هي منتجات اكاديميه الفنون في الستينيات، والغناء في الستينيات، والمسرح في الستينيات، والسينما اللي تصوري رئيس مجلس اداره مؤسسه السينما كان نجيب محفوظ. يعني دي معلومة في حد ذاتها تعني الكثير. يعني
فمش هينفع أن قوى مصر الناعمة تلعب الدور المنوط بها. والبعض بيؤمن أن الجمهور نوعه رديء وعاوز بضاعة رديئة. ده مش صح. لا مش صح. الجمهور له رديء ولا عاوز بضاعة رديئة. الجمهور لم يجد إلا هذا. هل دور وزارة الثقافة فقط حفلات دار الأوبرا؟ لا، ده أبعد ما يكون عن أن يكون دورها. وزارة الثقافة مفروض أن هي يكون لها خريطة بتغطي كل المحافظات، وبتشتغل في الكلام اللي أنا كنت بحاول أن أنا أرسمه دلوقتي، وهي أن المشاركة في صنع عقول وقلوب تحب الإنسانية والإبداع والفنون وتنتمي إلى العصر، وإن كانت تفتخر بالماضي ولكنها لا تريد أن تعيش في الماضي. دي مهمة وزارة الثقافة. أما أن تتحول إلى حفلات في دار الأوبرا، ما أعتقدش إن في حد ممكن يوافق على كده يعني. وإن كنا نتحدث عن الشباب وإنه فعلا في شباب عنده قدر كبير من الإبداع وعنده طاقة لكنه مهمش لسبب أو لآخر، لأنه مش قادر يوصل أفكار ولأنه ما عندوش إمكانيات يعمل كده، هل دور وزارة الشباب أنها تبحث عن هؤلاء؟ يعني لو كنا بنتكلم على مثال مصغر، أسقفية الشباب مثلا في الكنيسة عندنا، لما بتجد أن في مبدعين أو بتتبناهم على قدر إمكانياتها، تعمل مسابقات، تحاول أنها تجول المحافظات تلتقي بيهم، هل إحنا نقدر على مستوى دولة نعمل كده؟ أولا هو ما فيش طريقة تانية غير كده. يعني إيه؟ في علوم الإدارة بنقول أن في المؤسسات فيش مرؤوس وحش، في رئيس وحش في المؤسسات، تمام؟ بمعنى في كل مؤسسة هنبتدي من المدير، مش هنصدر المشكلة لمساعدينه. ففي كل المجالات بما فيها الثقافة والشباب يجب أن يكون على رؤوسها من يؤمنوا بهذه الرؤية. في أسقفية الشباب نموذج لوحد بيروح للناس، ما هو لازم يبقى يعني لازم تكون عندك رؤية لمهمة الثقافة، ثم آليات للذهاب للناس، وأوتلتس يعني مخارج زي مراكز الشباب والقصور الثقافية. لكن غير كده هو ما فيش سيناريو، فيه الهلاك. أما تقولي إيه لو مش إحنا عندنا رؤية وهنروح للناس، إيه هو البديل؟ البديل انك مش تعمل ولا حاجه، اللي هو وضع مش بعيد قوي عن دلوقتي. يعني هو دلوقتي في حاجه بتتعمل ولكنها حاجه صغيره. والدليل على كده الارقام، يعني عدد المسرحيات وعدد الافلام والى خلافه. يعني وضع يعني موجع. لو بنتكلم على واحنا يعني قبل ما نتكلم على فكره الثقافه والفن والاعلام، يمكن ما اتكلمناش فكرة الإعلام وهنتكلم عنها بعد كده، لكن وإحنا بنتكلم على خطاب الكراهية، أنا كنت عايزة أسأل حضرتك على خطاب الكراهية. ده حاجة موجودة في كل دول العالم بيعاقب عليها القانون ولا لا؟ يعني هل إحنا في دول أخرى ممكن نشوف شخص بيحض على الكراهية يتحاكم؟ والوضع ده عندنا في مصر هل ممكن يبقى موجود ولا لا؟ أولا اسم الجريمة على الأذن المصرية الجديد اللي حضرتك قلتيه، اللي هو خطاب الكراهية. فيش بني آدم في الحق في أوروبا وأمريكا وأستراليا ما يعرفش هيت سبيتش. هيت سبيتش دي جريمة. هيت سبيتش يعني خطاب الكراهية. أنا في رأيي إنها يجب أن تحل عندنا محل ازدراء الأديان. إن يبقى عندنا جريمة اسمها خطاب الكراهية. كل من يتحدث حديث من شأنه أن يولد موجة كراهية من جانب المجتمع لجانب آخر فهو مرتكب للجريمة دي. خطاب الكراهية سيشمل بعض جوانب ازدراء الأديان، مش كلها، ولكن من ناحية مفهوم أكثر عصرية أكثر حيادا. طب هتقولي لي يعني هي أكثر حيادا؟ أقول لك إن إحنا عارفين كويس قوي إنه جريمة ازدراء الأديان لا تطبق بالتساوي بين أطراف المجتمع. ده حقيقي. والدليل على كده إن لو جبنا عدد القضايا اللي بت فيها بأحكام هنجدها في اتجاه واحد. بالظبط. لكن لو قام واحد
قال دول كفار وكده، ما هو دي هتبقى ضد خطاب الكراهية من ناحيتين. هيبقى اللي هيقول على المسلمين كفار واللي هيقول على المسيحيين كفار، في الحالتين نحن أمام جريمة خطاب كراهية. طب واحد يجي يقول لي بس أنا في ديني بيقول لي كده، أقول له أيوة بيقول لك كده جوه دينك، جوه دينك. ما تعلنوش على الملأ. شوف كلمة جوه، يعني ده شأن ديني، ده مش شأن مجتمعي. إنك تقول أصل كل المسيحيين كفار أو كل المسلمين كفار، ده شأن ديني. ما هو الفكرة إن هم ما بيعرفوش الفرق ما بين الشأن الديني والشأن الدنيوي. أنت ما بتيجي تقول لي أصل ديني بيقول لي، ما هو كمان هو حتى من غير نص دينه بيقول له كده، حتى لو ما عندوش نص دينه بيقول له كده. وإحنا عندنا شك إن اليهود ما زالوا منتظرين مجيء المسيح. المسيح ما جاش عند اليهود، تمام؟ والمسيحيين بيعتبروا أن صفحة اليهودية أغلقت بالمسيح، المسيح أغلق صفحة اليهودية. ولما تبقى مسيحي من الصعب أنك تقول أن في أديان أخرى جت بعد كده، والمسلم بيقول أن الأديان ديت expired، تمام؟ وكلهم أخذين موقف مماثل من البهائية عشان جت بعدهم. الحل الوحيد هو أن نقول أن ده شأن شخصي، لأن حسم الموضوع بحوار ديني مستحيل، وبعدين مش مطلوب. يعني ايه حوار ديني؟ يعني نعمل جلسه يطلع الناس فيها في الاخر كلهم يا يهود يا مسيحيين يا مسلمين عشان في واحد كسب الحوار؟ ما ده مش هيحصل ومش مطلوب يحصل ومش مرغوب يحصل، ومفيش اي واحد عاوزه يحصل الا اللي بياكل منه عيش. يعني اشكرك. اللي بياكل منه عيش فعلا، في ناس بتاكل عيش من ورا الحاجات. ما هو مش ممكن. يعني انت لما اجي اقول لواحد ايه انت دلوقتي، يعني انت هتوصل لايه بهذا؟ بأنك جايب موضوع ديني للحوار العام. الحوار الديني مكانه في دروس الدين، وفي نفس الوقت لازم كمان تغلفه بغلاف العصر. تقول للناس ان الدين الصحيح هو الإسلام، بس دي مش وظيفتنا ان احنا نجبر الناس ان يبقوا مسلمين. والمسيحيين برضو كده نفس العملية، لكن اللي هيمسك في الموضوع ده بياكل عيش منه. ما أنا مش متخيل إن واحد زي توفيق الحكيم أو نجيب محفوظ أو يوسف إدريس يتبنى هذا الحوار. ده مش حوار، ده حوار بتاع موظف دين، موظف وبعد الفه على طول تبقى حاطة دين وراها. ده واحد بيرتزق من هذا الكلام، بيطلع في التلفزيون بهذا الكلام. من غير الكلام ده ما طلعش في التلفزيون. أنا ليه أثرت نقطة خطاب الكراهية قبل نقطة الإعلام مباشرة؟ لأنه للأسف بعض القنوات أصبحت منبر لمن يريد أن يبث خطاب كراهية دون محاسبة. يعني ولنا أمثلة كثيرة في الفترة الأخيرة، يعني لما نشوف شخص بينتمي بشكل أو بآخر لمؤسسة الأزهر يخرج يقول المسيحيين كفرة وهذه عقيدتي وأنا ده شأني، وعلى الملأ. هل بقى في قانون يحاسب هذا الشخص؟ لأنه إلى الآن لم يحاسب. مش هيحاسبه غير ما يبقى فيه جريمة خطاب الكراهية. بالضبط. لكن تأثير ده كان تأثير عنيف جدا، يعني تأثير ده على الشباب وعلى مريدينه وعلى حتى اللي ما كانوش بيسمعوه قبل كده، لأنه جاي على هواهم. تأثير سلبي، وده يمكن اللي بيغذي نمو الأفكار المتطرفة في المجتمع المصري. ما هو الأستاذ ده اللي بنتكلم عنه هو ثمرة تيار من التعليم. لو إحنا ابتدينا النهاردة نشتغل على تيار جديد هتبقى ثماره بعدين، بس دلوقتي لازم نتعامل معاه بالقانون، ولازم كمان رئاسته يبقى عندها رؤية. يعني رئاسته تقول له أنت مش من مهامك أنك تطلع في التلفزيون تعمل مشاكل في المجتمع وأنك تشرخ المجتمع، فضلا على أن الكلام ده غير مجدي. يعني هو الفكرة ولا واحد هيغير موقفه الديني بناء على كلامك، ولا واحد. سيبقى المسلم مسلم وسيبقى المسيحي مسيحي، وأنت تقول كلام فقط عشان تطلع في التلفزيون وتعمل ضجة، لكنك في نفس الوقت تطعنت الوطن في ظهره. بس لازم تكون رئاساته شايفة أنه بيطعن الوطن في ظهره. إذا رئاساته شايفة ما هو دينه بيقول له كده، يبقى فيه خلل في تفكيرهم. احنا عارفين أن دينه بيقول له كده، تمام؟ وكل الأديان بتقول ما يشبه كده، اللي هو ايه؟ ما انت هتقعد في الدين ده ليه؟ الا لو كنت مقتنع، اذا كنت مقتنع ان هو الدين الصحيح، هو الدين الصحيح. الا ان هذا الكلام بطبيعته في الفلسفه سبجكتيف، يعني شخصي مش اوبجكتيف.
يمكن حضرتك كمان في كتابات كتير، ويمكن تحديدا في كتاب الإسلام السياسي اللي صدر بالإنجليزية من سنتين، اتكلمت على أنه أكثر ما نواجه في هذا الوطن خطر، يعني هو خطر التيارات السلفية أكثر من الإخوان، يعني التيارات السلفية أشد خطرا من خطر الإخوان على مصر. ليه حضرتك قلت كده، وشايف وضع هذه التيارات الآن فين؟ هو التيارات السلفية، يعني أنا هقول للناس مقدمة صغيرة، هو ما فيش حاجة من ناحية العلمية اسمها الوهابية، الوهابية اسمها السلفية. والتيار الوهابي عندما أسسه محمد بن عبد الوهاب لم يكن يستعمل إلا كلمة السلف أو السلفية. فالتيار السلفي هو أعدى أعداء الحداثة، لأن اسمه السلفي. يعني إيه السلفي؟ يعني الماضوي، السلف اللي فات. فأعدى أعداء الحداثة والمعاصرة والتقدم هم ضد، مش هم كانوا في مرحلة معينة بس أجبرتهم الظروف هي يغيروا، ما كانوش بيوقفوا عند السلام الجمهوري. تمام، ليه؟ لأنه بالنسبة لهم بدعة، ما كانش فيه سلام جمهوري أيام السلف. وخدي بقى من ده هيطلع بعد كده في ألف فكرة، ما هو ما كانش فيه كلمة ديمقراطية. احنا عارفين رأي السلفيين في الحقيقة في الديمقراطية، هم رأيهم إن ده كفر، إن في حاجة هم عندهم حاجة اسمها الشورى، مش عارفين إن الشورى شكل لزمنهم من الديمقراطية. بس أهم كلمة هي كلمة لزمنهم، يعني للقرن السادس والسابع ده الشكل. ولا كان فيه ديمقراطية لا عندهم ولا عند غيرهم. هي روما كان فيها ديمقراطية في هذه الفترة؟ لا. يعني هذا الكلام كله محتاج guidelines، يعني لازم تكون إدارة الأزهر تسيطر برؤية ما على ما يقوله الأزهريون. ما يطلعش واحد يقول عن المرأة إنها كذا. لسه من كم يوم واحد بيقول حاجة زي الأفلام بقى، الخيال العلمي، يعني أن غير المسلمين سيتحولوا إلى حوريات لمتعة المسلمين في الجنة. طيب أنا ما عنديش مشكلة معه، أنا هنظر له أنه مختل. عندي مشكلة معه إن هو بيتبع مؤسسة، المؤسسة دي لازم يبقى لها ضوابط. الضوابط دي لازم تقول إنك أنت ما ينفعش تطلع تقول الكلام ده، وكمان معنية بأن سمح له يقول الكلام ده. يعني أنت، ما هو ما قالش الكلام ده غير اللي هو عارف إنه مش بالإنجليزي مش أكاونتبل، لن يحاسب. فواحد يطلع يقول لنا إن كل الكفار هيبقوا حريات، واحد تاني بيرسم لنا صورة للجنة أنها مكان ليس فيه إلا الجنس، واحد تالت بيطلع يقول إن الناس كفار، ويرجع هو نفسه يقول لما حصلت حوادث المنيا كأنه بيسحب كلامه، أنا ما قلتش إن هم عشان كفار يتقتلوا عشان ما ياخدش وزر الحادث ده. كله ما يعنينيش، يعنيني هو ده بيتبع مؤسسة، وإيه هي رؤية المؤسسة، وهل تستطيع المؤسسة أن تلزم أتباعها بحد أدنى من عدم خطاب الكراهية أم لا؟ لكن إحنا معنيين دلوقتي بكمان، لأننا لو اتكلمنا عن تجديد خطاب ديني دون أن يكون هناك رادع لمن يخالف هذه الفكرة ويقدم خطاب كراهية، ده كمان لازم يتحاسب. فإحنا محتاجين بقى قانون يحاسب على فكرة خطاب الكراهية. أنا لسه كاتب من يومين ثلاثة مقالة عن الموضوع ده بالعنوان ده، إن أنا أشعر إن جريمة ازدراء الأديان كراجل أصلاً، يعني دراستي قانونية ودرست القانون، أشعر بغرابة تجاه موقف جريمة ازدراء الأديان. يعني تعليمي القانوني يخليني أشعر إن أنا أمام كيان غريب جداً، لكن لا أشعر أبداً بذلك أمام خطاب الكراهية. أصل الجرعة الإنسانية فيه عالية في خطاب يعني أنت ما بتجرمي خطاب الكراهية، واضح إنك جاية من منظور إنساني. في خطاب ازدراء الأديان أنت جاية من تنمر، من حد متنمر لحد. فأنا أعتقد أن كلامك ده صح جدا، أن احنا لو قلنا أن احنا هننشغل بتجديد الخطاب الديني، والمؤسسة الأزهر وكل المؤسسات
هتمنع أتباعها من الحديث بما يدخل تحت ما تعريف خطاب الكراهية، لازم الخروج عنه يكون فيه عقاب وإلا تبقى كارثة. بالضبط. ما هو اللي قال من كام يوم المقولات الغريبة جدا ديت عن أن كل الغير المسلمين سيتحولوا إلى حوريات، هو عارف أن هو ما فيش حساب. يعني لو هو عارف أن في حساب وعنده تاني كلمة جايد لاينز طوابط، مش هيتجرأ أن يقول كده. ولازم المجتمع يبقى فيه واحد ده رأيه، بس في فرق بين ده رأيه وأنه يقوله. بالضبط. أنت رأيك أنت حر، بس أنت طول ما أنت رأيك أن فلان ده مجرم وما بتقولش، مفيش جريمة قذف. أول ما تقول عليه الأستاذ أحمد أو الأستاذ هاني ده مجرم، هو بياخدك المحكمة. ده حقيقي، لأن خرجت الفكرة من فكرة إنها في راسك إلى لسانك. إلى لسانك. ده حقيقي. إحنا قدامنا خمس دقايق، ولأني برضو في البداية قلت إن إحنا في هذا اللقاء هنقرأ تاريخ ونقرأ الواقع، وكمان عايزين نبص على المستقبل. فدكتور طارق، شايف إزاي مصر كمان كذا سنة، كمان خمس سنين، كمان عشر سنين، شايفها إزاي؟ يعني مصر عندها فرصة تاريخية أن تصحح الأخطاء وتفعل الصواب، بس زي ما قلت من شوية أن أنا بؤمن بكلمة سارتر، ما فيش شيء اسمه المستقبل، المستقبل هو اللي أنت بتعمله دلوقت. كل شيء محتمل وكل شيء وارد. إذا لم نصحح أخطاء الماضي ونفعل الصواب، فقد يكون المستقبل رمادي جدا. وإذا فعلنا العكس فقد يكون المستقبل مزدهر. طب أنا برجح إيه؟ لا، أنا برجح الصورة الإيجابية مش السلبية، بس ترجيح يعني تواكبه نصيحة إن الزمن اللي بياخده الإصلاح حاليا أبطأ مما ينبغي لقتل المشكلات. يعني المشكلات بتكبر وتستفحل، فلا بد ان تكون المواجهه سريعه، اسرع كتير. صحيح اللي في ايده الامر كان عنده مهمات اخرى سنه 2013، ان وطن بيضيع. طبعا نحن نقدر ذلك تماما، ولكنه ممكن يكون عرضه لان يضيع ايضا مره اخرى اذا لم نقم بسرعه كما نجيد بناء البنية التحتية، أن نجيد بناء البنية الإنسانية. طبعا يمكن النهاردة الرئيس اتكلم على الفكرة دي بشكل واضح وصريح، يمكن في كل الخطابات تقريبا بيتكلم على فكرة بناء الإنسان وتنوير العقول. لو حضرتك بتضع روشتة سريعة لأي حد عايز يفهم، وأي حد عايز يطور، وأي حد حاسس بالمسؤولية تجاه وطنه، لأن الرئيس قال كده النهاردة أن كل فرد لازم يحس بمسؤوليته تجاه الوطن. مصر محتاجة إيه في الفترة اللي جاية؟ مصر محتاجة أن الحكم والقيادة تحدد، وياريت في شكل مكتوب، شكل المستقبل الذي ترنو له، وأن تلزم بذلك كل العاملين في الجهاز التنفيذي. يعني مصر عاوزة مثلا نظام تعليمي حديث، تجديد الخطاب الديني، محاربة خطاب الكراهية، النهوض بالريف المصري، وقف ترييف المدن إلى آخره. ده لازم في رأيي أنا أن يحول إلى روشتة مكتوبة، ويلتزم كل العاملين في جهاز الدولة بها. أنا أشك إن ده موجود بالشكل ده. يعني إن هناك نوايا طيبة وهناك نداءات طيبة، ولكنها في رأيي محتاجة إنها، مش عارف التعبير بالعربي، إنها تبقى تتحول إلى institution، يعني تبقى مؤسسية. يبقى معروف، أنا بتحكمني في دي خبرتي في حياتي في مؤسسة دولية، إن ما فيش أي حد بيشتغل إلا وفي إيده ورقة بتقول هو عليه إيه. أنا نفسي إن ده يحصل في مصر. إحنا بنفتقد ده. على كافة المستويات. أنا اشتغلت في مؤسسة كانت بتعمل قد الدخل القومي المصري ثلاث مرات. الناس مش عارفة إن شركة إكسون اللي كان رئيسها
من أصبح بعد ذلك وزير خارجية مع ترامب، بس ترامب شاله مؤخرا، دي بتعمل 800 مليار دولار ريفينيوز في السنة. ده رقم كبير جدا على الدخل القومي المصري طبعا. تمام. فأنا اللي أعرفه في المؤسسات العالمية ما فيش ولا واحد ما عندوش ورقة فيها هو عايز إيه مفروض يعني. إحنا هدفنا الأعلى كده، وعشان نوصل لكده بنعمل كده، وانت دورك في ده كده. يعني انا اتمنى ان ده يعني ما هو ما فيش طريقه تانية. ما هو المتقدمون في العالم نوعين، فرنسا وانجلترا وبلجيكا والمانيا وهولندا، ده النوع اللي خد 400 سنه، وفي كوريا وسنغافوره و و و و وماليزيا، ده النوع اللي خد 50 سنه بس بالظبط. الفرق بينهم هو اللي أنا كنت بقوله من شوية، إن اشتغلوا بالمنطق بتاع المؤسسات، إنك لازم يبقى فيه vision statement، يبقى لازم فيه policies مكتوبة، لازم فيه responsibilities محددة. ده مطلوب جدا، وإلا لو انتظرنا التطور التاريخي بتاع أوروبا ده 400 سنة هنقعد سنين طويلة. احنا ما قدمناش غير نموذج، عارفة كوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا وتايوان. حقيقة يعني الوقت بيمر بسرعة جدا مع حضرتك، أنا بشكرك على تشريفك لينا، وبشكرك على سعة صدر حضرتك لكل الأسئلة. احنا كلمنا في موضوعات مختلفة، ويمكن ناس كتير بعتلي عايزين الحوار 4 ساعات، فلكن احنا الحقيقة متشرفين جدا بوجود حضرتك معنا النهاردة، ويمكن هي ساعة ونص لكن احنا اتكلمنا في معظم القضايا اللي تهم المصريين، واللي حقيقي يهمنا جدا نسمع رأي شخص مستنير زي حضرتك يقول لنا البلد وضعها ايه ورايحة على فين. وبنثق جدا في آرائك، لأنها آراء كلها مبنية على حقائق، مش تخيلات ومش آراء سطحية. فأنا بشكرك جزيلا يا دكتور. أنا بشكرك بنفس القدر، وبيسعدني أن أكون في سي تي في، وبكرر تاني أنا بستغل الفرصة أن أنا أعمل ترويج لأفكاري. بكرر تاني ان اي وطن بيبقى على طريق السلامة لما يكون كل اللي فيه صفاتهم الوحيدة مواطن. ده حقيقي. شكرك، ده افضل ختام. شكرا جزيلا لوجودك معنا النهارده دكتور طارق حجي، الكاتب والمفكر الكبير، نورتنا يا فندم. شكرا جزيلا. مشاهدينا بشكركم جدا على متابعة حلقة النهارده، وبكره ان شاء الله حلقة جديدة في النور. تصبحوا على خير. الحقيقة تبان.